هل تناولت كوبا من القهوة هذا الصباح؟ لا تحدثني قبل أن أحتسي قهوتي، وغيرها من الجمل الشهيرة التي عادة ما يبدأ بها الملايين ممن يعد فنجان القهوة في حياتهم منبها يساعد على بداية اليوم بشكل أفضل، وليس مجرد طقس عابر من الطقوس الصباحية. بدأ العالم في الاحتفال بالقهوة منذ الأول من أكتوبر عام 2015، وتم اعتماده رسمياً كيوم عالمي للقهوة منذ ذلك الحين. وتستغل المنظمات الدولية هذا اليوم للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشكلات مزارعي البن. وبالعودة إلى تاريخ القهوة، فقد دخلت كلمة القهوة اللغة الإنجليزية في عام 1582، ويذكر أن الكلمة العربية أصلها من الفعل قهى أو عدم الجوع، في إشارة إلى سمعة الشراب في سد الشهية. وربما يعرف عشاقها كم كوبا يشربون يوميا، لكن هل يعرفون كم كيلوغراما من هذه الحبة يستهلك سنويا؟ فعلى المستوى العالمي تتصدر الدول الإسكندنافية الترتيب، ففي فنلندا يستهلك الفرد الواحد نحو 12 كيلوغراما من القهوة سنويا، أما في السويد فيستهلك الفرد الواحد نحو 8 كيلوغرامات، وفي هولندا نحو 7 كيلوغرامات سنويا للفرد، أما في ألمانيا فيستهلك الفرد الواحد نحو 5 كيلوغرامات، وأخيرا في بلجيكا نحو 4 كيلوغرامات. ويختلف النمط العام لشغف العرب بالقهوة باختلاف الدول والعادات، حيث يمكن أن تستعمل في الأفراح والأحزان. وتصدر لبنان قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للقهوة، إذ يستهلك الفرد اللبناني بحسب الدراسة التي أجرتها جريدة الاندبندنت البريطانية حوالي 8.4 كيلوغرام سنويا من القهوة، وتليه فلسطين والجزائر بمعدل 3 كيلوغرامات سنويا، ثم جاء الأردن والسعودية والكويت بنحو كيلوغرامين سنويا، فيما تذيل المغرب القائمة بمعدل كيلوغرام واحد سنويا للفرد. وفي يومها العالمي ينصح عاشق القهوة في كل مكان ألا يشربوها على عجل، فالقهوة أخت الوقت، تحتسى على مهل. القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة. القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. وهكذا غازل الراحل محمود درويش معشوقته مفتاح النهار.